السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. إيه لو سمحت عندي سؤال كده. اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان معايا مبلغ من المال ودخلت فيه استثمار مع أحد الأشخاص. نعم. وطلبته بعد فترة، يعني بقى لنا سنتين هو طالب المال وإحنا مش عارفين ناخد المال، يعني الفلوس أصل المال بتاعنا ده. فهل يجوز فيه الزكاة؟ لا، بقى لك كم سنة أنت طالبه؟ احنا داخلين على وقت على سنتين ولا يعطيك المال؟ لا واحنا اصلا مش عارفين اصلا الفلوس راحت فين، ولا هو اصلا بيدينا يعني كلام مفيد عن فلوسنا. خلاص احسب احسب الزكاة التي عليك، ولا تزكيها الا اذا جاء المال زكيها، اذا طالت المدة اخرج زكاة سنة واحدة. يعني لو المال جه مثلا بعد سنتين او ثلاثة اخرج زكاة باصل رجع الثلاث سنين اللي فاتوا دول. نعم، أما 10 سنوات أو كثير مدة زمنية تخرج زكاة سنة واحدة. أخرج زكاة واحدة. أيوة. ماشي، جزاك الله. طيب.